دبن درشمه او بچان دا هلال آزیرین و هنر آشار اگل شورشگری ام اداغه کریه تیگ ببن بناو هلال آزیرین به دستپیکی ده هاتن آوا جبوما که خوشی اکا پر مزنه هبی اکا پر مزنه جبر که ام دخوازم نامه اکا بدنوه که او که تبگر هلال آزیرین که به چالاکی چه ده که آرمان جنویش بش به چالاکی هنه که او چاند زندی بکه ده که باوی نه جنوبه بجن که او چاند آمه هیا نا به که جوان این ما به تایبت زاروک این ما وی دشتیش بیر بکن جبر که ام وک جوان و خواجی وک جوان ناو به امچان دا خواجی بیر بکن اف تشتن مهی رسنن همو دولت و پایبتی دولت ترک خواست که وی چان دا مهی قر بکن لا یکتمل الربیع بزهن واحدا لذا الامة الديمقراطية لا تکتفی بثقافة واحدا فلتحیا كل الثقافات و تحیا اخوة الشعوب فعالية الأسبوع الثقافي والفني فعالية سنوية بتقوم فيها حركة الهلال الذهبي كل سنة بيختلف برنامجها الفني عن باقي السنوات اختلاف السنة بالبرنامج الفني والثقافي أنه ضمنا جميع مكونات الموجودة والثقافات الموجودة في شهبة من عرب وكرد وإزيديين البرنامج الفني للفعالية الأسبوع الثقافي والفني السنة بيتضمن برنامج ثقافي وفني البرنامج الفني بيتضمن لوحات الرقص الفلكلوري وغناء ومسرح بالإضافة إلى برنامج الثقافي مأكولات شعبية وعروض أزياء الفلكلورية والأشغال اليدوية طبعا هدفنا من فعالية الأسبوع الثقافي والفني هو حماية ثقافتنا والمحافظة عليها وتعريفها بالجيل المستقبل إلى جانب ذلك توحيد المكونات المختلفة الموجودة في مناطق الشهباء أول مرة هي نشارك بفعالية يعني الأسبوع نهاجي أم بكرة ونحن مبسوطين كثير لهالفعالية وكان الجروب كثير كويس وبناءهم كثير كويس والعالم كلها مبسوطة فيهم هدفنا أن نوصل لثقافتنا لآخر حدودنا لنوصل لثقافتنا شعب يعرف مين شعب الشهباء مميز الأغاني المهرجانات والدبكة العربية كان كثير كويس يعني I'm gonna make it.
بتقدم برشا شهود كردكن هرو ومزبه فعاليه مشاركات كردلانو شهودي سر موضة داندك تقريما اساسي سر توعيه بملاتا لو سر موضة ودارو داندك شو نوكا ملاتي ما فر موضة ودارو داري وشاندو خدر كشبير كردنا